يكون قصيرا يؤدي إلى بناء مسار انتخابي يمكن أن يوثق فيه ويمكن أن يطمئن الناس. شرعت في الموعد الأول 12 يوم بعد تأثير. الهيئة هذه هيئة رسمية في الدولة الجزائرية، فهي مستقلة على الإدارة ومستقلة على القضاء ومستقلة على كل الأطراف في الهيئة الانتخابية، مستقلة على الأحزاب ومستقلة على الناخبين، مستقلة على الناس كل، ولكنها ليست مستقلة على الدولة. هي مبادرة، هي عمل جيد أولي لبناء مسار انتخابي مستقبلي جيد أو مطمئن أو يؤدي إلى النزاهة. تأمين مسار انتخابي جزء منه في الهيئة، ولن تقصر الهيئة في القيام به، ولذلك قلت لا يظلم عندنا أحد. صراحة عندنا صراحة نطبقوها. نائب رئيس المجلس الدستوري بعد وفاة سي مراد رحمة الله عليه يجمع الأعضاء ويدير إشعار لفخامة الرئيس على الشهور، والرئيس ملزم في 15 يوم أن يسد هذا الفراغ. دونك الموضوع مازلنا في الأجال تماما، ما كانش خوف على السير العادي للعملية الانتخابية.